أمي، شو رأيك تروحي ترتاحي هلأ؟ لا، ما بدي ارتاح أبداً. بخيلك يا ربي ساعدها لكاينات ووقف معها. كاينات لساتها صبية، رح تطيب بسرعة. بعدين أمها لسه ما ماتت، لهيك ما في داعي تخافي عليها. بترجاكي روحي وارتاحي. طيب ماشي. أكيد ما فيها شي خطير؟ لا، كله تمام وهي منيحة. بتشكرك يا ربي. بس في عندي خبر حلو كتير. خبري العيلة لازم يوزعوا حلو، لأنه بنتك رح تصير أم. يا الله، شو هالخبرية هي؟ هذا الشيء اللي كنت خايفة إنه يصير معنا. أمي، ليش دقات قلبها لكاينات سريحة؟ غزل، فهميني شو هذا اللي قالته الدكتورة؟ إذا هالحكي صح، أنا بدي موتها بإيدي التنتين. أمي لحظة. أمي، أنت شو عم تعملي؟ بس ليش بدك تموتيها؟ عائلتكم رح تفرح بهذا الولد. شش، روحي سكري الباب بسرعة. أخ، ما عم صدق. يا ريتني متت وما سمعت مثل هيك خبر سيء. دكتورة، لو سمحتي ما تحكي عن هذا الشيء لحدا، وإلا سمعت هاي العيلة رح تسوء كتير. لشو؟ وين الغلط بهالشي؟ خلص اسكتي أحسن ما أوصل لك لساني. أمي، سمعتيها؟ شوفي دكتورة، أنا آسفة بس هي مصدومة، بتمنى تفهمي القصة، ما تزعلي. أنا آسفة كتير يا دكتورة، أنا بترجاكي اسمعيني منيح. معقول الشيء اللي حسيته لما فحصت دقات قلبها لكاينات يكون صح؟ ليش هينا طلبت منا نطلع من غرفة كاينات؟ شو القصة اللي ما بدها حدا من العيلة يعرف فيها؟ أنا متأكدة إنه في شيء مخبيته، لهيك طلبت منا نطلع لبرا وما نسمع شيء. احكي دكتورة، كيف بنتي؟ شلون صارت؟ ايه، هي كتير منيحة، كانت تعبانة وغابت عن الوعي، بس هلأ صارت أحسن. شكراً لك يا رب العالمين، كنت خايفة كتير لأنه اللي خطر ببالي شي كتير سيء وبشع علينا وعكاينات كمان. بظن إنه هينا والدكتورة متفقين إنه يخبوا القصة عن العيلة، مبين على وجوههم إنه في شي، وهذا الشي ما منيح بالمرة. أنا بتشكرك كتير دكتورة، رح نتبع كل نصايحك، وهلأ صار فيكي تمشي. مع السلامة. روهان، نور، ارتاحوا، ما تشغلوا بالكن هلأ، كاينات صارت منيحة. عملوا لها شي تاكلوا. ايه أكيد. يلا غزل. بحياتي ما كنت متوقع يصير هيك شي معنا، بنت عائلة أختار العزابية تطلع حامل. أمي، يا ربي دخيلك، شو اللي صار؟ إذا الكل عرف بالقصة أكيد الناس كلها رح تصير تحكي على عائلتنا وتخرب سمعتنا. أمي، أنتي معك حق بهذا الحكي، بس مين أبوه للولاد؟ مين برأيك؟ أكيد هذا اللي ما بيفهم، كانت مصرة أنها تتزوجه، وكرمال هيك كانت رح تهرب معه. يعني معقول كاينات كانت بتعرف إنها حامل؟ لا لا أمي، هي ما بتعرف أبداً، لو كانت بتعرف كانت منعت حيدر يضرب حافظ، وكانت حكت بوقتها، بس ما حكت شي، وهذا أكبر دليل. يعني كاينات ما بتعرف شي عن القصة. كاينات ما بصير تعرف بقصة الحمل لو شو ما صار. ماشي أمي، ما حدا رح يعرف بهي القصة. انتي ما بتعرفي قديش هالمصيبة كبيرة. هي هي الحقيقة يا دكتورة، بنتي لسه ما تزوجت، يعني هذا مانو ولد شرعي ونحنا ما دخلنا فيه. هالموضوع بخص سمعة عائلتنا وشرفها، وإذا حدا عرف فيها ما رح يصفالي خيار تاني إلا أني موت حالي لأخلص من هالفضيحة. رح تنتهي حياتي، بترجاكي ساعديني. شوفي دكتورة، نحنا عيلة معروفة وانتي لازم تساعدينا،
يعني لازم نعمل لكاينات عملية لينزل الولد. انتي شو عم تقولي؟ هاي العملية ممنوعة عنا. في شغلة مهمة، ما حدا بيقدر يعمل العملية بدون موافقتها هي. دكتورة هذا الشيء كله كرمال مصلحتها، انتي ما بتعرفي ابوها وكمان ما بتعرفي اخوها، رح يقتلوها اذا عرفوا بالقصة. كمان الحمل لساته بالمراحل الاولى، وانتي اكيد ما بترضي تخاطري بحياة هيك بنت حبابة ولطيفة مثل كاينات. غزل ما حق بكلامها يا دكتورة، انتي بتعرفي عاداتنا كلها وكيف المجتمع عنا، ما حدا رح يقبل ولد مانو شرعي، حتى نحنا ما رح نعترف فيه وما رح يكون إلو أي رابط فينا. أنقذينا بترجاكي، المهم نخلص من هالقصة بدون خسائر. بصراحة أنا ما بعرف شو بدي إلكن عن القصة. لا يعني... لا 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 تفكري أرجوكي، ما في وقت أبدا. ساعديني بترجاكي، بنتي رح تموت قدام عيوني وما فيني ساوي لها شي. هذا الولد أكيد هو سبب موت بنتي ونهاية حياتها. أنتي دكتورة هاي العيلة من فترة طويلة كتير، وأنا بترجاكي ما تخجليني، حاولي تحافظي على شرف هالعيلة وسمعتها، بنتي بتكون مثل بنتك. بترجاكي أحمي شرفنا يا دكتورة، بدي تنقذي لي بنتي. طيب حاش تبكي، فكري منيح بالقصة. أنتي متأكدة أنه ما بدك هالولاد؟ لا ما بدنا إياه.